السلام عليكم خواتاتي، اليوم ان شاء الله غادي ندير معاكم دجاج بالزعتر ولا مطارد. بقاو معايا غادي نوريكم المقادير ان شاء الله. بسم الله، عندي هنايا جوج دجاجات مغسولين، دجاج طوسي مغسول مزيان بالحامض والملحه والفورس، كنغسلوه بالحامض والملحه والفورس، جوج دجاجات عندي هنايا في البانيو غادي نوريكم ان شاء الله. عندي هنايا معلقه ونص ديال لا مطارد، معلقه ونص. عندي هنايا معلقه صغيره ديال سكنجبير، ومعلقه ديال البزار صغيره، ومعلقه ديال الخرقوم بلدي، وعندي هنايا الزعتر مطحون مغربل زوين، وعندي هنايا الثومه مطحونه، وعندي كنوره ونص. اللي ما بغاش كنوره ما يديرهاش، اللي بغى الملح يدير الملحه. وعندي هنايا نص كاس ديال الحامض معصر، وعندي كاس ديال الزيت ما عامرش بزاف. الطريقه ان شاء الله غادي نوريكم كيفاش غادي نخلطوا وتشوفوا النتيجه ديالو في الاخر. بسم الله، عندي ندير الثومه وندير كنور وهذا الزعتر. ندير الزعتر كبير، غندير الحامض وغندير الزيت. ساهل ما فيه حتى شي حاجه، ودجاج كروازي انا كنديرو في الكوكوط كيطيب نص طيبه ويطيب مزيان، ماشي نص طيبه حيت الدجاج كروازي كيبغي يطيب. بسم الله، غنخلط بيديا مغسولين، غادي نديرو في الكوكوط يطيب مزيان في الكوكوط، وعادي الا بغيت نديرو في الفران نديرو في اللاطو ونديرو في الفران يطيب يتحمر شويه، كيجي زوين وبنين. اللي جربو يرد عليا الخبار، واللي بغات المقادير عاوتاني ما عقلاتش عليهم، اللي ما عرفاتش شي حاجه تقول لي في الكومونتيرات نقول ليها. المهم ها هو الصوص تخلط، دابا غنبدا نشرمل الدجاج ديالتي ونديرو في الكوكوط. اللي بغى يديرو بالرومي يديرو، انا كنبغي الكروازي، حنا كنبغيو الكروازي ما كنبغيوش الرومي، ما عنديش مع الرومي بزاف بحال هكا. الرومي كيجي محمر، كيجي محمر زوين، هذا كيجي حتى هو بحال البلدي، اللي تنديرو في الرفيسه نديرو في كلشي كيجي بحال البلدي، ما كيجيش ماشي بحال الرومي. الرومي كيطيب كيولي داير مرخي. انا كنديرو بحال هكا في الكوكوط، ولكن الا بغى يدير الماء يدير عن نص كاس ديال الماء ونقص على الكوكوط، يخليه حتى يطيب مزيان، ما كنكثرش فيه الماء، نص كاس ديال الماء كيطيبو مع الحامض، كيطلق الماء وسميتو الحامض وهذا الشيء. ماشي انا ما كنديرش الماء فيه اصلا، كندير نص كاس ديال الماء ما كنفوتوش فيه، وكنقص الكوكوط حتى كيطيب مزيان، عاد كنحيدو نديرو في الفران. اللي بغى يدير معاه شي حاجه راه يديرها. المهم هذا هو الطريقه اللي كندير في الدجاج، واللي بغى يدير الرومي يديرو ماشي مشكل، فهمتي؟ انا تندير الكروازي واللي بغى يدير الرومي يديرو. دابا غادي نشلل البانيو، داك شويه ديال الماء داك الشيء اللي بقى في البانيو غنشلل، ندير فيه نص كاس ديال الماء ونشلو ونديرو في الكوكوط. غادي نكب في الجسم شوية باش ما نكبش على الدجاج. ها انتم المشاهدات، ها هو الطبق ديال الدجاج وجد، وهذا هو الشكل النهائي ديالته. رافقته بالبطاطا، بخرتها شوية في الكسكاس ودرتها في الفران، ودرت شوية سلاطة وصافي، ولاصوص راهي معاه وطاب، درتو في الكوكوط طاب ودرتو في الفران عاوتاني تحمر شوية وحطيته. هذا هو الشكل النهائي ديالته، وبالصحة والراحة اللي غادي ياكلو. وما تنساوش ديروا لي جيم وتعاليق زوينين، وشكرا.